يقول طبعا طب يعني ممكن اي حد يتفرج علينا يا فندم يقول لك طب وليه تعملوا احواض ومزارع سمكيه؟ ما تنزلوا بقى تزودوا الاسطول وتكبروا الاسطول وبتاع الصيد، وعندنا البحر المتوسط والبحر الاحمر وبحيره سيادتك، المنزله وغيره. سيادتك دائما الثروه السمكيه لها محاور متعدده زي الزراعه كده، ما هو كل نشاط له محاور متعدده، لان فيه لابد ان يتكامل الاستزراع السمكي، سواء من الاستزراع السمكي، سواء من المصايد الطبيعيه، سواء من تنميه البحيرات، سواء من الصيد في المياه الاقليميه. سياده الرئيس من هذا المشروع برضه بناء يعني اسطول صيد من 100 مركب لاول مره. المرحلة الأولى النهارده أطلقها 34 مركب عشان يصطادوا في المياه الإقليمية. ما أنت عشان تعظمي حصة مصر من الثروة السمكية، ومن الثروة السمكية اللي فيها مواصفات الصحة السمكية ومتفقة مع جودة وأمان وفيها سلامة الغذاء، لابد إن إحنا نتنوع في المصايد. مصايد من ده إحنا كمان هنضيف كمان المصايد من خلال الأقفاص البحرية. بنضيف كمان مجلس الوزراء وافق من حوالي اسبوعين في الجلستين ان احنا بنتيح 9 مناطق للاستزراع السمكي بالاقفاص البحريه، 9 في البحر الاحمر و12 على البحر المتوسط. دي كلها بتؤدي الى ان احنا عايزين نرفع حصه مصر من الثروه السمكيه. وبرضه لسيادتك برضه لازم تاخدي ان كل يعني نوع من انواع المصايد له نوعيات متميزه من السمك بتاعه، فما هوش نوع واحد.